مرحبا بكم. اليوم حنعمل مناقيش الزعتر للكيتو دايت لمرضى السكر بدون اي نوع دقيق، مكون واحد. يلا على الوصف. عندنا هان السمسم، وعندنا ماء ساخن بغلي يعني، وعندنا بيكربونات الصودا، وعندنا الملح. هذا كل شيء. واحد كوب من السمسم 150 جرام، ممكن مضاعفة الكمية. نطحنه يعني ما يطلع الزيت منه. نوضع قليل من الملح، قليل من بيكربونات الصودا، نص معلقة صغيرة. نطحنهم مع بعض، يعني نطحنهم ما بدنا اياهم يكونوا مثل الزبدة، يعني يكونوا مثل هيك يعني يكونوا. نوضع ماء ساخن ثلث كوب 80 جرام ماء ساخن، يعني تقريبا ساخن جدا يعني. ونحرك المكونات جيد. طبعا ممكن مضاعفة الكمية، ممكن عمل بشكل عشوائي، ولكن انا من شان التصوير وضعت القالب، لكن هو غير ضروري القالب، ممكن بشكل عشوائي نعمل، يعني الموضوع بسيط وسهل. نجيب زيت الزيتون والزعتر، طبعا الكميات اختياري حسب انتو كيف ذوقكم، تحبوا الزعتر يكون كتير او قليل حسب ذوقكم. وضعنا زيت الزيتون مع الزعتر، نضعه بالاعلى وبندهنه، يعني كتير الموضوع بسيط وكتير لذيذ مع الزيت والزعتر. ممكن نوضع خضار، والجبن هو اختياري، ممكن نوضع طماطم أو فطر حسب ذوقكم، هو هذا اختياري، ولكن بيعمل طعم كتير روعة. نوضع الجبن. نشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 200 درجة مئوية. نوضع الصينية بالرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، لازم تترقبوها من فرن لفرن يختلف. هذه هي المكونات، هيك أصبحت جاهزة بعد 15 دقيقة. لازم تترقبوها، ممكن يحتاج أقل شوية أو أكتر شوية حسب أنتوا كيف بتحبوها. الأفضل نتركها تبرد قليل، ولكن هيك أصبحت جاهزة. فرجيكم كيف ممكن نقدمها بالخضار. فرجيكم كيف من تحت هي. هذا هي الزعتر السادة، هذيك بالجبن، وهذه السادة. شايفين كيف محمرة؟ انتو التحمير حسب ذوقكم. شوفوا كيف من تحت. كتير هي بسيطة، مكون واحد. وهذه فرجيكم كيف من الداخل، يعني كتير نتيجة حلوة. كتير هي سهلة وبسيطة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس المشتركة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى أن يشتركوا بالقناة اليوتيوب، اسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.